حمل جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران مسؤولية الاشتباك الجاري على الحدود السورية. يأتي هذا فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف تابعة لإيران على الأراضي السورية. وفي وقت سابق كشف الجيش الإسرائيلي عن أن طائرة تابعة له سقطت بنيران سورية شمالية الجولان المحتلة بعد قصف أهداف داخل الأراضي السورية، فضلا عن رصد إطلاق طائرة دون طيار إيرانية في منطقة تدمر بسوريا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسقاطها وتدميرها. يأتي هذا فيما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات أمنية لبحث الوضع.